السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم اليوم مقطع جديد وحقيقة جديدة. ميكس وضحى بقد ما سويت عليهم فيديوهات ودي أسوي سلسلة أسميها سلسلة ميكس وضحى، لأنهم كل يومين بيطلعوا لنا بترند جديد. يعني خلاص أنتم الاثنين تطلقتوا تمام، فخلاص نكفي مقطع واحد نسويه عليكم وكل واحد يلزم بيته وما تسوي مشاكل ثانية مع بعضكم. هم قالوا لا وصار بالعكس، كل يومين مسويين مع بعض مشكلة، كل يومين طالعين ترند. مش عارف هذا طلاق، حسستوني إنه أنتم أول ناس في الكرة الأرضية هذا تطلق بقد ما سويتوا مشاكل. المهم صارت أحداث جديدة في علاقة ميكس وضحى، وإحنا اليوم رح نجي ونتكلم عنها. يمكن هذا ثالث فيديو أسويه عنهم ولك أحي. ولكن عزيزي المشاهد، قبل ما نخش في هذا الفيديو ونعرف الحقيقة سوا، حط لايك واشتراك وفعل الجرس، لأن نسبة الغير مشتركين عالية جدا ونسبة المشتركين واطية جدا. أنت إذا أنت بتستمتع بهذا المقطع وأفادك أي شيء فيه، حط لايك واشتراك وفعل الجرس وخلينا نخش على الفيديو. المهم يا إخوان، ضحى كانت فاتحة بث على التيك توك وقاعدة تبكي وتقول هذا الكلام. ضحى بتتكلم على واحد بعث ليها اربع اسود وظل يذلها بالاربع اسود حياتها كامله. بس لعبتني اكثر منه، قعدت افتش الداعم هذا بكش عايش معايا تحت التخت، يمكن عايش معايا تحت التخت وانا مش دارية. الداعم هذا لما بعث لضحى اربع اسود ظل يذل فيها، ذلها اذلال ابن الذين، صراحه تستاهل. رد لي الاربع اسود، يعني انت ليش ماخذ الاربع اسود؟ يمكن عايش معايا تحت التخت، تطلع ما تدفع على مرتك يوم كنت في الايام، فهمكم القصة للي ما فهم كلامها. في داعم طلع واتكلم على ضحى، والآن أنا راح أجيب لكم المقطع تمام. فضحى زعلت من هذا الداعم وكرهته كره لأبعد درجة. في ثاني يوم على طول ميكس طلع هو وهذا الداعم، فضحى بتقول له أنا كنت مرتك، ليش ما تدافع عني قدام هذا الداعم؟ ليش ما تقول الداعم سد أفمك؟ فضحى زعلانة من ميكس لأن ميكس طلع مع هذا الداعم بعد ما الداعم هذا تهجم على ضحى. فهمتوا كيف؟ زوجك كان زوجك، الحين هو مو زوجك، الحين هو مو مسؤول عنك تمام. كان زمان زوجك، كيف بتقولي انه زوجك؟ يعني الان امشي، انتوا طلقتوا ولا ايش قصتكم؟ انتوا حزه مطلقين وحزه زوجك وحزه مش عارف ايش. هو مو زوجك، من حقه يطلع مع اي واحد، مش شرط الداعم تهجم عليكي يطلع ميكس ويدافع عنك. لا، هو لو زوجك يطلع يدافع عنك، بس انت الان طلقته، فانت ليك حياتك الخاصه وهو لي حياتك الخاصه. لو ميكس تفضل وتكرم، لو وده هو، لو بده يعني يقول للداعم فكك من ضحى، وميكس الان مش مسؤول عنك، انت طلقته مش مرته مش زوجته. فهمت كيف؟ ليش دخلت المستشفى؟ بتحب الدراما وضعيفه، بتحب الدراما، ليش دخلت المستشفى؟ مش عايشين في اللي عايش فيه، خلص وصلت لهون ولهلا ومش طالعه ولا شيء. لو بحكي ربع من اللي صار لي لكل السوشيال ميديا تيجي معايا. كذابة، ولا السوشيال ميديا تيجي معك ولا اي شيء. احنا الان ودنا نشوف الداعم هذا لما تكلم على ضحى. الداعم اسمه القرعان، القرعان هذا طلع في لايف على التيك توك وقال هذا الكلام. بلا هي ما حبت تطلق، قال هي ما حبت تطلق، كيف ما حبت تطلق؟ انت ايش دخلك؟ يعني انت بخلقة نخرتك هذا خشمك، انت ايش دخلك بين اثنين متزوجين؟ قال ما حبت تطلق، انت ايش دخلك؟ انت لا مسؤول عن ميكس ولا مسؤول عن ضحى، ايش اللي حشرك بينهم؟ هي مليون مره طلبت الطلاق وما رضيت تطلع من عمان الا ومطلقه، وكل يوم طلق ورجعت شالت المحبس، وكل يوم فيديو، قبل يومين سبت على امه، كل يوم طلقني طلقني، هي ما حبت تطلق. سبت على امه سبت على ابوه، انت ايش حشرك في الموضوع؟ ايش دخلك؟ ولك انت نميمه، انت ايش دخلك بينهم؟ اثنين متزوجين تطلقوا تكاونوا مع بعض، ولا انت عشانك داعم ودعمت ضحى باربع اسود او مكس بعشرين اسد خلاص راح تتدخل في حياتهم؟ لا، انت لك حياتك، تدعمهم ما تدعمهم انت وزوجك تمام. مش عشانك انت دعمتهم اربع اسود خلاص تتدخل في حياتهم. ولا كلام ضحى بتقول ان الدعم هذا كان نايم تحت السرير صح؟ المرأة القوية تعلمت درس، الدرس اللي تتعلمه، الدرس اللي لازم يتعلم، انه المرأة ما ظلت تقول لجوزها كل يوم طلقني على اي سبب. الدرس اللي تتعلمه انه المرأة ما تكبر راسها مع زوجها. الدرس اللي تتعلمه انه بظل زوجك تاج راسك شو ما صار، لا تكبر راس عليه، مش كل شيء. والله انك زي كعب رجلي صراحة، يعني مدخل نفسك في مواضيع مالك فيها، مدخل نفسك في موضوع مالك اي لازمة فيه. يعني انت لو انا مكانك لاحذف المقاطع هذه اللي انت طلعتها وادفن حالي وانا عايش، لانك انت بتفرق اثنين متزوجين. ايش دخلك بين ضحى وميكس؟ اثنين متزوجين حياتهم الخاصة، ايش دخلك تقول تسمع كلام امه؟ ايش دخل انت ايش دخلك بينهم اصلا؟ هقول لله يا رب. مش كل شيء في الدنيا تصوير، هذا الدرس اللي لازم تتعلمه.
الدرس اللي تعلمه انك لازم تحترم حماتك مين ما كانت، زوجك، امك. يا اخي انا جاي لا مش تروح تسمعي ولا جاي افتح بث زي كل يوم اتسلم على الناس اللي عندي بفوت وبصير استفزاز. خلصنا الجيمتين اللي عندي بصير استفزاز. انتوا عارفين ليش هذا طالع يقول هذا الكلام؟ بس عشان يعلى اللايف عنده ويجيب مشاهدات كثيره، بس هذا الكلام. يعني هو لا ناقل هم ضحى ولا هم ميكس، بس هو وده مشاهدات، وده يطلع ترند، وده يشبط في الترند اللي كان طالع. فهمت كيف؟ لا ناقل هم ضحى ولا ناقل هم ميكس. يلعن ابو شكلك، ما استفزني يا اخي. ايش دخلك انت؟ انت مجرد داعم، انت مجرد طبال. يعني ضحى او ميكس يدخل جوله وانت تيجي تدعمهم، هذا انت فايتك في الموضوع. بس لو انت ودك تتكلم بحاجه حلوه وتفيدهم هم الاثنين تكلم. يعني بالعربي عندك حاجه حلوه تقولها قولها، ما غير كذا حط افه مخره واسكت. استفزني هذا البني ادم القرعان القرعان، حتى تشوف هذا الفيديو. المهم الان ودنا نشوف رد ميكس بعد هذا الشوشره اللي صارت، بعد لما ضحى طلعت وصارت تبكي على اللايف، وبعد لما القرعان تكلم على ضحى. نشوف ميكس ايش قال. انا انسان اللي شفته امبارح والله نستحق من حالي. اي والله انك تستحي من حالك. قول ليش؟ لانك انت انسان دخلت للجماهير والملايين المتابعين اللي عندك بنص بيتك. كل شيء كنت تصور لنا انت وضحى، كنت تصور لنا انتوا قاعدين تطبخوا، قاعدين على الكنبه، قاعدين على كل شيء. ما ظل انك تدخلنا معك في غرفه النوم. يعني حياتك مكشوفه لنا، مكشوفه للجمهور. فهمت كيف؟ فلازم كل شيء بحياتك يتدخل في الجمهور، لانك انت جبت هذا الكلام لحالك. اعذروني على الشغله اللي بدي اقولها، اقسم بالله مسخره على الترندات اللي شفتها امبارح، والله العظيم مسخره والله. ولكن الواحد بيعمل باصله، اقسم بالله باصله، مهما يصير والله، مهما يصير اقسم بالله، والله العظيم والله العظيم والله العظيم انه في بيننا حب، وانا حاب انه يضل بالبرنامج موجود هالحب والله. والله العظيم يا جماعه، والله العظيم اقسم بالله اني داخليا والله الحب اللي كان اللي كنت تشوفوه انتم قدامكم حتى لو طلقنا، اني كنت حاب يضل موجود. والله العظيم اقسم بالله اني شايف هالطلاق محتوى والله. اي أيوة والله ان الطلاق محتوى. المشكله هو طالع بشكل انه مسكين مش عارف ايش اللي صار. بس صراحه يا اخوان حاسس كل الدوشه اللي بتصير هذه من تحت راس ضحى. ميكس لو اجت على ميكس كان ما طلع ولا صارت ترند ولا صارت اي دوشه. احس الكلام كله طلع من تحت راس ضحى. ضحى ما ودها تمشي الكلام وتنسى ميكس على الفاضي. فهم كيف؟ وميكس في هذا الكلام بيقول انه كان هو وده يضل يكون في حب بينه وبين ضحى، بس ضحى اللي بتسويه هذا راح يخلي ميكس يكرهها. يعني وميكس اذا كره ضحى راح ترفع بقضايا قصص ما لها لازمة. يعني أقسم بالله من عارف أمتى الموضوع بده يتسكر. طب والله يا الله من أول ما بلشنا، من أول ما صارت المشكلة اليوم لا فتحت يمي ولا تشلمي والله العظيم. صادق والله انا صراحه اشهد معه بهذا الكلام، لانه ضحى بعكسه تماما، ما ظل شيء غير قالته. المهم يا اخوان انا بحس ضحى بتظل تنبش على المشكله، كل ما تطلع مع واحد لايف على التيك توك بتظل تتكلم في المشكله هذه، بتظل تلمح. يعني بهذا البث المباشر على التيك توك كان طلع هي عبسي. اسمعوا هذا الكلام. اتكلم اذا ليه تتكلم؟ انا جيتيني انت والله العظيم. يا عبسي انت اكثر انسان تعرف الحقيقه. بس انا اكثر انسان اعرف الحقيقه. اي حقيقه؟ تمام. اضحى لا لا قالوا لي لا تجيبي العيد. الله يرضى عليك، انا لا بعرف حقيقه ولا بعرف شيء. انا يا الله حقيقتي اعرفها. راسي شفت راسي في مليار دوارة مليار. الله يخليك ضحى. بس في اشياء لو تخليني اسولف لو تسمحين لي. لا بس في اشياء لو تخليني اسولف لو تسمحين لي. لا. ليش؟ خايفة؟ لا مستحيل اخاف، لانه الاشياء اللي راح تصرفها في صالحي. لا والله ما بصالحك. شفتوا بالله كيف؟ عشان تعرفوا ضحى هي الغلطان في الموضوع، هي الغلطانة في الطلاق من بدايته. فهمتوا كيف؟ يعني لو عبسي طلع وقال الكلام اللي بخاطره واللي بمخه لقيته جاب الكلام لضحى، طلعت ضحى هي الغلطانة في القصة من بدايتها لآخرها. عشان كذا ضحى قالت له لا، لما عبسي قال لها احكي في الموضوع ضحى قالت له لا، والابتسامة ضحى ابتسامة خبيثة انك عيدهن عظيم. وقاعدة تطلع لنا في البثوث وقاعدة تتمسكن يا ابن الذين، وقاعدة تتمسكن وتبكي. صراحة يا اخوان انا بحس المظلوم في هذه القصة كلها انه ميكس، ميكس هو المظلوم في الموضوع هذا كله. ايه ما
مرة يمكن في صار في شو سوء تفاهم صار إيش. هذا المقطع لما ضحى كانت بتبكي، ميكس كان بيلعب لايف مع ناس وقاعد يضحك، يعني ميكس مطنش أم الموضوع ومطنش أم القصة وقاعد يلعب مع ناس ويضحك وفال أمها وهي قاعدة تبكي. ميكس وطلاق، انسى الموضوع، طنش الموضوع زي ميكس لما طنش، انت طنش زيه، روح العبي لك لايف مع اثنين وثلاثة وروقي معهم. يعني شوف ميكس قاعد كيف قاعد يضحك مع الناس وناسي أم الموضوع وهي قاعدة تفتح الموضوع وقاعدة تبكي. ميكس يضحك وضحى تبكي، الله الله. المهم يا اخوان هذا اخر التحديثات في قصة ميكس وضحى، وان شاء الله ما يطلعوا لنا ابعاها جديدة لان انا زهقت وانا بتكلم في هذا الموضوع، وان شاء الله ان الموضوع فهمتوه بشكل مبسط وحلو وحاولت اقدم لكم الموضوع هذا احسن صوره، فهمتوا كيف؟ فانا بحس في هذا الموضوع ميكس قاعد يتمسكن وضحى قاعد تتمسكن وكل بيحس حاله هو البريء وهو المظلوم، واحنا ما علينا الا نطبل نسوي عليكم مقاطع ونجيب محتوى، خليكم على هذا الطريقه بالشباب عشان واذا انت وصل هذه اللحظه حط لايك واشتراك وفعل الجرس وخلينا نوصل 5000 مشترك باسرع وقت، لان انا زهقت وانا بقول خلينا نوصل 5000 مشترك باسرع وقت، فهمتوا كيف؟ وان شاء الله اشوفكم مقطع جديد وفيديو جديد وقصه حقيقيه وقصه. سلام.